بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو هلال العسكري والطبراني وآخرون عندهم كتاب بعنوان الأوائل. الأوائل جمع أول وجمع أولى أيضا، ولكنه جمع التكسير، لأنه إذا يكون جمع المؤنث السالم يكون الأوليات، الأولى الأوليات، والجمع مذكر سالم الأولون، الأول الأولون. لكن جمع تكسير يصلح لهم الاثنين، النساء الأوائل والرجال الأوائل. مش معنى الأوائل؟ ماذا يقصدون الطبراني والعسكري لما قالوا الأوائل؟ الأوائل هم الأشخاص اللي افتتحوا عملا ما، أول من أسلم الإمام علي عليه السلام، أول من استشهد في بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، أول 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 وهكذا. فالأول قد يكون في الأعمال الطيبة، والأول قد يكون في الأعمال الخبيثة. فإذا كان الأول في الأعمال الطيبة افتتح طريق عمل طيب، فهذا يكون ممدوح. وإذا كان قام بعمل سيء فهذا يكون مذموم. والنبي صلى الله عليه وآله قال: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، وكاين بلفظ من يغير سنتي. أول من يغير، مو فقط هو، يجي تغييرات وتبديلات بعده، لكن هو يفتتح هذا الباب. أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، هذا الرجل لازم يكون في الحكم. أول أموي في الحكم هو عثمان بن عفان. عثمان كان عنده أعمال كثيرة خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله، وخالف فيها القرآن، لكن ما قالوا عليه أول من بدل سنة النبي، أول من غير سنة النبي. لكن معاوية قالوها، والألباني قال المقصود في الحكم أول من يبدل سنتي في الحكم ويخليها وراثة هو معاوية بن أبي سفيان. هل هذا هو العمل الوحيد اللي قام به معاوية على خلاف النبي والخلفاء السابقين؟ شوف السيوطي في تاريخ الخلفاء يقول: أول من استخلف ولي العهد في حياته معاوية، وهو أول من اتخذ الخصيان لخدمته. ما معنى الخصيان؟ الخصيان جمع خصي، والخصي هذا ينزع منه غريزة الرجولة الذكورة، يعني يصير دون المرأة، لأن المرأة طبيعة وغريزة هي قاعدة على طبيعتها، لكن هو ما يكون فيه الشيء اللي في الرجال، ما يكتر، الخصي هذا ما يقدر. زين، فمعاوية هو أول من اتخذ الخصيان لخدمته. أولا الخصيان هذه نزع الذكورة قوة الباه عند الرجل، كاينين اللي عدوها من المثلى، يعني جريمة. واحد رب العالمين خلق فيه شهوة الرجال، يجي واحد فيقوم بعملية فيخليه بدون شهوة الرجال. كان مرة سليمان بن عبد الملك كان ظاهرا رايح إما للحج ولا للغزو، ظاهرا للحج، فواحد كان يغني قال لهم جيبوه، فلما جابوه قال لهم أخصوه، فصار خصي، صار بلا شهوة. بعدين حب يعتذر له، قال له أنا تسرعت وقمت بهذا العمل خلينا نتفاهموا. قال له كيف نتفاهموا؟ منعتني أكبر لذة في الحياة ومنعتني الولد، وتقولي نتفاهموا؟ ما نتفاهموا، نتفاهموا هناك. فعلى كل حال معاوية أول من اتخذ الخصيان لخدمته، وبعده صار مشهور هذا الأمر، وكل الخلفاء صار عندهم خصيان. زين، ما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر في الموطأ عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. الأعطية أو الأعطية جمع عطاء، الأعطية هو الجمع، الجمع عطاء، وهو الحق اللي يأخذه المسلم من بيت المال، هذا ما فيه زكاة، لا النبي كان يأخذ منه زكاة ولا الخليفة الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الإمام علي، لكن هو أخذ منه الزكاة، فهو أول من قام بهذا العمل. زين، وأيضا هو أول من ركب في رمي الجمار في الحج. موطأ مالك يقول عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. هذه عبادة، الحج من أوله إلى آخره عبادة، الحج معدود في العبادات، فكل تفاصيله هي النسك، هي عبادة، ومن بينها المشي لرمي الجمار، هو كان يركب. والشوكاني في نيل الأوطار يقول أخرج ابن أبي شيبة يعني في مصنفه عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. معاوية خطب جالسا، معاوية ترى راهو سمن حتى صار ما يقدر يخطب واقف، لكن هما قالوا مو بسبب السمنة، قالوا بسبب وجع في قدمه، وهما يقولوا باللي الإمام علي كان عظيم البطن، بينما اللي كان عظيم البطن هو معاوية. زين، فابن أبي عاصم يقول في الآحاد والمثاني يقول أول من خطب جالسا معاوية، ثم اعتذر إلى الناس فقال إني أشتكي قدمي، عندي وجع في رجلي، ما أقدر أخطب واقف، خلي واحد آخر غيرك يخطب واقف، خلي واحد آخر غيرك، أنت مو مجبور تخطب بالناس. يقبل معاوية يكون واحد غيره في المنبر وهو قاعد يسمع، عنده هذا التواضع. زين، الشوكاني يقول في نيل الأوطار روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يثق به. مو قضية رواية، الأذان مو رواية، واحد يصعد يأذن والناس يشوفوا فيه بالألوف، فكيف تقول رواه من لا يثق به؟ هاي واقعة في زمان ومكان معينين، وهاي ما سواها معاوية مرة واحدة أو اثنين، كان يأذن للعيد مثل ما يأذن للظهر والعصر والمغرب، علما أن صلاة العيد حكمها ما هو حكم الظهر والعصر والمغرب الوجوب. زين. وأيضا في ميزان الاعتدال، زين، عن أبي هريرة أن الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دية المسلم واليهودي والنصراني سواء. دية المسلم واليهودي والنصراني سواء على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان والإمام علي. فلما استخلف معاوية، معاوية لم يستخلف، معاوية أخذ الحكم عنوة، صير دية اليهودي والنصراني على النصف. فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول، يعني لما جاء عمر بن عبد العزيز أبطل فعل معاوية. معاوية عنده أوائل كثيرة مو فقط هذه، وهو أول من ابتدع السب والشتم واللعن على المنبر، وجعل ذلك جزءا من صلاة الجمعة وصلاة العيد، وهذا ثابت. وإن كان الأخ أبو عائشة ما يوافق على هذا، يعز عليه، ولكن ما يصح الإنسان ينكر الأمور الواضحة دفاعا عن معاوية. ها؟ الناس اللي ذكروا أن معاوية كان يسب الإمام علي ويأمر بسبه ولعنه وشتمه على كافة المنابر ما كانوا شيعة. لو كانوا شيعة نقولوا نعم الشيعة ما يحبوا معاوية قاموا يتكلموا عليه، لا، من أساطين القوم، صرحوا وأذعنوا أن معاوية سن للناس سب وشتم ولعن الإمام علي على المنبر، وأن ذلك استمر إلى عمر بن عبد العزيز. فلما إجى عمر بن عبد العزيز وخر السب والشتم واللعن سنتين، فلما توفي عمر بن عبد العزيز رجعوا من جديد، رجعوا يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، هذو رجعوا يلعنوا الإمام علي عليه السلام. زين. فالقضايا اللي ابتدعها معاوية كلها مذمومة، وعليه حديث النبي صلى الله عليه وآله: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، ينطبق عليه. معاوية لم يتب من أي عمل من الأعمال اللي قام بها، ما مات معاوية على توبة، وأعطاه رب العالمين الفرصة أنه لزم الفراش قبل الموت، ولكن أصابته اللقوة. ما هي اللقوة؟ هاي اللقوة باللغة فرنسية يسموها باراليزي فاسيال. باراليزي يعني شلل، فاسيال يعني الوجه، جاية من فاس اللي هي الوجه، وحتى بالانجليزي فيس يقولون فيس. زين، فنصف الوجه يصيبه الشلل، فهذا يسموه اللقوة. فمعاوية على فراش الموت كان مريض باللقوة وكان مريض بالدبيلة، بس هم ما سموها الدبيلة. واللي غلط وسماها الدبيلة من جماعتهم هو محمد بن سعد البصري في كتابه طبقات بن سعد الطبقات، فهو قال مات بالناقبة. الناقبة فسرها هذا ابن سعد، قال يعني اللقوة الدبيلة. زين، فالقضية هي أن معاوية لو كان يريد التوبة في هذه الأيام اللي قضاها على الفراش كان يتوب، كان يتوب، وإن كان توبة مو ذاك التوبة دي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذوك هم اللي يتوب عليهم الناس، رب العالمين، الناس اللي يتوب عليهم هذوك هم ناس يعملوا السوء بجهالة، مباشرة يلتفت أنه أساء يتوب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا اللي توب على الفراش توبته وتوبة الكافر شيء واحد، شيء واحد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يتوبون وهم كفار يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عذابا عذابا. الله مهيئ عذاب للإنسان اللي يتعامل بسوء أدب مع الله، حتى لما يجي الموت يصير يعرف الله، مثل ما سوى فرعون. فرعون يقتل البشر مثل ما يقتل الذباب، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن التوب. هذا الألوف اللي قتلتها هذه كأنك تقتل الذباب وتدعي الألوهية. كان يدعي الألوهية فأدركه الغرق، عرف روحه راح يسافر، قال آمنت أنه، فإجا التوبيخ. الآن هذا يبين لك أن الناس اللي يعملون السيئات عمدا ثم يحبوا يتوبوا في الأخير على فراش الموت، هذو يحبوا يضحكوا على رب العالمين، مثل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص على فراش الموت قام يتكلم كلام التائبين، قال له ابن عباس هيهات، قال اللهم إن ابن عباس يقنط من رحمتك، قال له هيهات. أخذت جديدا وتعطي خلقا، الفتن اللي سويتها في المسلمين كلها الآن التوب منها. وقالوا لما تكفنوني قيدوني فإنني مخاصم. يعني واحدة السلوكات عندهم هالجماعة هذو ما تحتاج دراسة تاع بسيكولوجي. بعض الشخصيات من الصحابة والتابعين لازم ينكبوا على سيرتهم مجموعة من علماء النفس، علماء اجتماع، حتى يطلعوا شخصيتهم الحقيقية. فاصل ونواصل إن شاء الله. الإيمان موقف، الحقيقة موقف، لأن التاريخ ذاكرة الأمة وجذور رؤيتها للحاضر والمستقبل. نفتح صفحاته بوعي وجرأة، نعيد قراءته، ننقد أحداثه، نضع أيدينا على جذور التطرف، نحاكم شخصياته حتى يأخذ العدل مجراه. برنامج الموقف يكشف الزيف ويتقصى الحقيقة من أجل بناء معرفي واعي. يأتيكم مساء كل يوم خميس عند الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. مرحبا مشاهدينا الكرام، معنا كالعادة فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف أبو عائشة من الرياض، ويلتحق بنا إن شاء الله الشيخ محمد الزعبي من لبنان. وأنا أوجه السؤال إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة. فضيلة الشيخ مرحبا بك. حياكم الله دكتور عبد الباقي، حياكم الله وبارك الله فيك. شكرا، الله يسلمكم. شوف فضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ يعني بعيدا عن كل توتر، يعني ممكن الإنسان يدافع عن معاوية في مسألة، في مسألتين، في 3 مسائل، لكن معاوية مسائله كثيرة فضيلة الشيخ. يعني مثل واحد راح اخذوه عند القاضي يحاكموا القاضي، فهذا ما عنده فقط مخدرات ولا سرقة ولا سطو ولا جرح متعمد، عنده قائمة الشكوى عنده حدود 12-13. هل يمكن يتسامح معاه القاضي فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييك أخي وحبيبي الدكتور عبد الباقي وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وأحيي هذه القناة والقائمين عليها، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نحن يا دكتور بارك الله فيك وحفظك المولى عز وجل، لما ندافع عن معاوية ندافع بأدلة وبراهين، بل إن أول من دافع عن معاوية هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني تخيل أن الإمام عليه السلام مع ما حصل من حروب وما حصل من أشياء بينه وبين معاوية، لكنه عليه السلام يعني كان، يعني كما يقال، يعني كان أمينا في هذه المسألة، وأيضا كان ليس عنده تعصب أو كانت عنده إساءة لهذا الرجل معاوية. فهو يقول كما أخرج ابن كثير في البداية الجزء 8 صفحة 134، ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ قال بعد رجوعه من صفين: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموها رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. أبعد هذا كلام يا دكتور عبد الباقي؟ لما يقول الإمام عليه السلام هذا الكلام في معاوية، ثم تأتي أنت بارك الله فيك أو يأتي غيرك ويقول أول من يبدل سنة محمد رجل من بني أمية. يا فضيلة الشيخ، ابن كثير نفسه يقول الإمام علي شرب الخمر وصلى بالناس سكران، وابن كثير أموي هو ومعاوية من قبيلة واحدة، فابن كثير حجة عليك أنت، مو حجة علينا احنا. ابن كثير حجة علي، ابن كثير اللي يقول الإمام علي شرب الخمر وصلى بالناس سكران، هذا هو شخصيا هو ما يسوي فردة ما النعال. ما يصحي من الله يقول كلام مثل هذا. وين يشرب الإمام علي الخمر؟ تربى في بيت النبي، كيف يشرب الإمام علي الخمر؟ فاللي يفتري على الإمام علي في شرب الخمر ما يفتري عليه يجيب كلام يقول باللي قاله الإمام علي. إذا الإمام علي يقول لا تكرهوا إمارة معاوية فلماذا يحاربه؟ تفضل دكتور بارك الله فيك. نحن نأتي بالمصادر التاريخية والمصادر الحديثية والمصادر القرآنية، وكل هذه المصادر مجتمعة تؤيد ما نمضي إليه من أن معاوية كان محمودا لدى الإمام علي عليه السلام، كان محمودا لدى الحسن والحسين. يا شيخ الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك يا شوف يا شيخ، أنا لما شوية تروح يمين ويسار لازمني أوقفك. الإمام علي كان يقنت بلعن معاوية في المحراب يا شيخ. هل الذي يلعنك ويقنت بلعنك في المحراب يحمدك ويمدحك؟ يا دكتور بارك الله فيك، تعرف الصحابة بشر يحصل بينهم من التساب والتلاعب فيما بينهم، كل يدعو على الثاني لأنهم غير معصومين. لكن لو جيت تسأله، لو تسأل الإمام علي عليه السلام عن أحد الصحابة لا يذمه ولا يسبه بل يمدحه ويثني عليه. وأكبر دليل يا دكتور بارك الله فيه، عندما انقضت الحرب وأتوا يسألون الإمام علي عليه السلام يا إمام ما تقول في معاوية وجيشه؟ ما تقول في معاوية وجيشه؟ قال إنهم إخواننا بغوا علينا. أبعد هذا يا دكتور؟ نعم بعد هذا موجود في صفين للنصر بن مزاحم المنقري، قالوا للإمام علي تشهد أن معاوية وأصحابه مؤمنون مسلمون؟ قال لا أشهد لمعاوية وأصحابه أنهم مؤمنون مسلمون. نعم بعد هذا موجود، فالإمام علي لا يشهد لهم بالإيمان والإسلام فكيف يمدحهم؟ حتى لو مدحهم لما يكون لا يشهد لهم بالإيمان والإسلام ما هي قيمة ذلك المدح؟ دكتور الله يحفظك، يعني نقول أن الإمام علي متناقض الآن، أنت الآن جعلت من الإمام متناقض أو جعلت من الإمام عنده تقية، بمعنى أنه يمدح ويذم. حاشا الإمام عليه السلام أن يصدر منه هذا الكلام، يعني يصف معاوية وجيشه بأنهم إخوانهم بغوا عليهم ثم يأتي ويقول هذا الذم وهذا السب. يا دكتور نحن نخاطب الناس في هذه الشاشة، نريد أن نوصل المعلومة للعامة، نريد أن نفهم الناس أن العلاقة كانت محمودة بين الأطراف يا دكتور الله يبارك فيه. فلماذا نحن نأتي ونقول لا أن العلاقة سيئة والعلاقة بينهم سب وبينهم شتم وبينهم كل يدعو على الثاني وكل يؤذي الثاني؟ يا دكتور هذا التي حصلت بينهم أمور تحصل بين الأخ وأخيه، تحصل بين القريب وقريبه، فما بالك بما حصل بين الإمام عليه السلام. يا شيخ يا دكتور أبو عائشة، يا شيخ أبو عائشة، معاوية الإمام علي مولاه، يحب والله يكره مولاه، يصعد للسماء ينزل للأرض يغوص في البحر، الإمام علي مولى معاوية ومعاوية ليس مولى الإمام علي، فمعاوية متمرد على مولاه. أنت جاي تسويهم شيء واحد، أنت جاي ترد حديث الغدير اللي شهدوه 120,000. معاوية ما هو مولاي ولا مولاك، الإمام علي مولاك ومولاي. هالمولوية ليش تتجنبها؟ ليش تتهرب منها؟ يعني فضيلة الشيخ ما قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ ما قال؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال. إذن علي عليه السلام مولى معاوية. طيب ما هي وظيفة الإنسان تجاه مولاه؟ أنا عندي مولى، ما هي وظيفتي أنا مولاي؟ أطيعه ولا أتمرد عليه؟ أطيعه. لم يطع معاوية الإمام علي دكتور بارك الله فيك. نعم أنت لما تأتي بحديث لابد أن تأتي بالآية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنما يعني وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه ليش غطيتها؟ الله والرسول والإمام علي مواليك وموالية وموالي كل واحد يدعي الإيمان. فإذا واحد قال أنا أقبل ولاية الله والرسول وما أقبل ولاية الإمام علي، اكفر بالمقطع الثالث من الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فمعاوية كافر بهذا المقطع، فأنت جاي تخلي من كفر بالقرآن هو والإمام علي شيء واحد. ولهذا أنا أستوقفك فضيلة الشيخ، تفضل دكتور. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يعني نحن هناك أحاديث وهناك آيات تدل على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن المؤمن عليه أن يتمسك بسنة الله أولا ثم غير سنة رسوله. بالله عليك فضيلة الشيخ، من غير العرباض بن ساريه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي؟ من هذا العرباض بن ساريه اللي ما هو لا بدري ولا أحد، ولعله شخصية مختلقة. خلينا نروح عند فضيلة الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ مرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الشيخ، سمعتم الكلام اللي جرى بيننا وبين الأخ أبو عائشة. ما رأيكم في مقال فضيلة الشيخ؟ ما رأيكم في مقال أبو عائشة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى أصحابهم الذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر من سار على صراط الله إلى يوم الدين. يعني أولا أن يقول بينهم محبة وما بينهم سباب، يا شيخ بينهم دماء، بينهم قتل، فشو وقفت على السباب وعلى؟ بعدين معاوية ثبت وثبتنا ذلك بأنه سب، أمر بسب علي عليه السلام كما في صحيح مسلم وكما في سنن ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. أما قضية موقف علي من معاوية فاسمع ما روى البزار بإسناده، بإسنادين، رواه بإسنادين. قال علي رضي الله عنه: انفروا بنا إلى بقية الأحزاب، انفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله، إن نقول صدق الله ورسوله ويقولون كذب الله ورسوله. هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار بإسنادين، في أحدهما يونس بن أرقم وهو لين، وفي الآخر السيد عيسى بن عيسى قال الأزدي ليس بذاك وبقية رجالهما ثقات. يونس بن أرقم هذا ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وأبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحها، ووثقه ابن حبان، والبزار كان صدوقا روى عنه أهل العلم على إلى آخره. نعم. أيضا في السنة لأحمد بن حنبل انفروا بنا إلى بقية الأحزاب إلى لعبد الله بن أحمد بن حنبل. طبعا في السنة أنا لا أعلم، لا أنتبه إن قلت لأحمد، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قيل لقيس بن أبي حازم لأي شيء غطى عليا؟ قال لأني سمعته يقول انفروا معي إلى بقية الأحزاب، وهذا مبغض لعلي، إلى من يقول كذب الله ورسوله. فأيضا قنوت علي عليه السلام يدعو على معاوية، هذا مروي بإسناد يعني ليس فيه أي إشكال في مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا هشيم من رجال البخاري ومسلم قال أخبرنا حصين من رجال البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال أبو حاتم له صحبة. طبعا عند المحدثين له صحبة يعني ما عاد هناك داعي للبحث بعدالته. وفي كل حال وثقه أبو زرعة وابن حجر، رجل ثقة. قال صليت مع علي صلاة الغداة، قال فقنت فقال في قنوته: اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبي الأعور السلمي وعبد الله بن قيس وأشياعه. فإذا كان علي عليه السلام لا يدعو عليهم فلماذا يقاتلهم؟ حين يجرؤ علي عليه السلام على قتالهم، هذا يعني أن علي يقول من شرع الله أن نقتل معاوية، لا أن نقتل الصغار ونترك الكبار، ولا كيف يقاتله؟ إذن وهذا تطبيق للقرآن باتفاق كل علماء المسلمين. حين قاتل علي معاوية طبعا قاتله يعني أجاز قتله، بل أوجب قتله، بل استحسن قتله. ما معنى قاتله يعني يقتل الرجال والأمير ما يقتل؟ يعني هذا وهم، هذا يعني من ضحالة العقل التوليفي، يريد أن يولف بين أشياء لا يولف بينها. لذلك اتفق أهل السنة والجماعة والشيعة وكل علماء المسلمين والمعتزلة وكل العلماء أن معاوية هو الفئة الباغية، وأن قتال علي لمعاوية قتال حق. ما دام قتال حق فهذا يعني أنه يجيز قتله، أفلا يدعو عليه. وهذا الإسناد صحيح لا غبار عليه، إذا كان عنده غبار في هذا الإسناد فليتفضل. في إسناد مصنف بن أبي شيبة هشيم عن حصين عن عبد الرحمن بن معقل: صليت مع علي فدعا على معاوية وعمرو بن العاص إلى آخره. فإذا القضية أن ما فعله عليه السلام هو تطبيق للقرآن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. طبعا فقاتلوا مش لعب، قاتلوا يعني اقتلوهم. فلذلك قتال علي عليه السلام لمعاوية كان قتال حق، وكان على علي وعلى جماعته لو استطاعوا أن يقتلوا معاوية، وإلا لا معنى لهذا القتال، ولا معنى لكونهم نفذوا حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا ما صح عن علي عليه السلام في قضية معاوية، وهذا ما قاله علي في معاوية بالأسانيد الصحيحة. ولذلك يعني لا يصح أن ننسب بعدين، حتى إذا نسبنا إليهما بأنه كان بينهما محبة وكذا وما بعرف شو، كما يريد سماحة الشيخ أبو عائشة أن يتكلم، هذا إزراء بعلي وبمعاوية. يعني الدماء تسال، مسلمون يقتلون، وهم بيحبوا بعضهم. ما هذا يعني؟ هذا لا يمكن أن يقبله لا منطق ولا عقل. هذه عداوة، وهذا قتال، وهذه حرب. يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا حين يكون المبطل يعني الحكم على المبطل، وأما من يقاتل عن حق كعلي عليه السلام فهذا متفق عليه بين كل الأمة الإسلامية. ليس هناك من زعم أو قال أن معاوية ليس هو، أن جماعة معاوية ليست الفئة الباغية. ولذلك يعني كان طبيعي جدا أن يدعو علي عليه السلام على معاوية، وليس صحيحا ولا يمكن أن يصح، لا يستقيم لا في عقل ولا في فكر ولا في دين، أنه اثنان والله متحابين والناس تموت من أجلهما. هذا بيزبط على السياسيين النصابين. عندنا في لبنان بتلاقي ممكن سياسيان بيقعدوا مع بعضهم وبيسهروا، بس أتباعهم عم يقتلوا بعضهم. فهذا لا ينطبق على علي عليه السلام. إن شئت أن تطبقه على معاوية فلا أستبعد عن معاوية أي شيء، ولكن أنت عندك معاوية جليل وعلي جليل، فلا تزري بهما. أنت بكلامك هذا الشيخ أبو عائشة، سمعت الشيخ أبو عائشة حين يقول أنه بينهما محبة وتوالف وكذا، هذا إزراء بهما، بيحبوا بعضهم والدماء تراق. مسلم واحد أهون من هدم الكعبة. شكرا فضيلة الشيخ. خلينا نرجع إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة. على كل حال أجاب فضيلة الشيخ محمد الزعبي، وأنا أعود إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة اللي يقول الإمام علي يمدح معاوية في مراسلات الإمام علي عليه السلام ومعاوية. موجود عبارة مهمة جدا يا شيخ أبو عائشة، الإمام علي يقول المعاوية كلام آخره: هذا الدين الذي دخلت فيه أنت وأبوك مكرهين وخرجتما منه طائعين. يعني الإمام علي يشهد على معاوية وأبي سفيان أنهما خرجا من الإسلام. فضيلة الشيخ تفضل. أولا يا دكتور، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الإمام علي لم يكفر أحد، بل إنه لم يكفر حتى من قاتلوه، بل إنه لم يكفر حتى الخوارج الذين كفروه وأخرجوه من الإسلام. تأتي وتقول بيكفر أشخاص أسلموا وحسن إسلامهم، والله عز وجل أثبت لهم الإسلام وأثبت لهم الإيمان. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى. وهذه الآية يدخل فيها أبو سفيان ومعاوية دخولا أوليا. الأمر الثاني، محال على الإمام علي عليه السلام أن يناقض نفسه بنفسه. يقول في كما في نهج البلاغة، يقول لو قلتم بدل سبهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم، يعني يدعو بأن تحقن دماء معاوية وجيشه. فلو أن الإمام عليه السلام يرى كفرهم أو فسقهم لما دعا لهم ولما منع من سبهم. يعني نحن لابد أن نقف مع مكانة الإمام علي عليه السلام، مع حسن أخلاقه، وحتى مع أعدائه، مع الذين قاتلوه. يأتون يسألون يا إمام يا إمام هل هؤلاء كفار؟ هل هؤلاء في النار؟ قال لا والله، من الكفر هربوا ومن النار هربوا، إنه إخوان لنا بغوا علينا. لا بد أن نشيد بهذه المنزلة العظيمة لهذا الإمام الكريم عليه السلام. الإمام علي عليه السلام نموذج التسامح، نموذج المحبة، نموذج المودة، نموذج التآخي بين الناس. فلا يأتي ويرمي الكفر هكذا جزافا ويخرج أقواما دخلوا في دين الله وشهد لهم الرسول بالإيمان وشهد لهم بالإسلام، ويأتي ويجعل معاوية كاتبا لوحيه ويقول اللهم اهديه واجعله هاديا. يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، هذه قلناها مرة سابقة ولكن لابد أن نرجع لها. أسلم معاوية في فتح مكة، لم ينزل بين فتح مكة ووفاة النبي صلى الله عليه وآله سوى 4 سور: المائدة والتوبة وإذا جاء نصر الله وصورة الفتح. هل إذا قلنا باللي يكتب كل هذه الصور لوحده، هل اللي يكتب 4 صور من 114 صورة يوصف بأنه كاتب الوحي؟ يعني نعم. تفضل دكتور. أنا أريد أن أوصل لك فكرة أن معاوية آمن وحسن إيمانه. أنا أريد أن أوصل لك فكرة أن هذا الرجل آمن وحسن إيمانه، وأيضا استكتب هذا. شوف، هذا موقف أبي عائشة المخالف لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم قال لا يبغضك إلا منافق. ففي التطبيق يطلع معاوية منافق باعتبار أنه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله لا يبغضك إلا منافق. فلما النبي يحكم على واحد بالنفاق لبغضه عليا، احنا لو أبو عائشة يجيب وياه 1,000,000 شخص كلامهم مقابل كلام النبي لا وزن له. تفضل. دكتور الله يبارك فيك ويجزاك خير. نحن لما طيب الآن تقول أن النبي صلى الله عليه وآله حكم على مبغض علي بالنفاق، هل نقول أن معاوية أبغض عليا؟ يا دكتور لا يمكن البغضة التي كانت بينهم. بالله يا دكتور، خليني بين قوسين نسأل الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ، معاوية ما كان يبغض الإمام علي، صحيح؟ لا، غير صحيح. يعني معاوية كان يكره ذكره، وما ورد في صحيح مسلم أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب. وهذا كما قلنا دائما يؤولونه ويبعدونه، ولكن في كل حال الحديث في سنن ابن ماجه واضح تماما، وهو يحكي نفس الرواية وصححه شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني وهو صحيح الإسناد. يقول دعا معاوية سعدا فنال من علي، وفي مصنف ابن أبي شيبة فنال معاوية من علي. فإذا معاوية كان ينال من علي، فكيف يكون يعني محبا له؟ بعدين قضية كتابة الوحي، ليس هناك أي دليل، أي حديث، أي رواية صحيحة أن معاوية كان يكتب الوحي. إنما ما في صحيح مسلم وكان كاتب النبي أو ومعاوية يكتب بين يديك، وهذا فيه إشكال في متنه، لأنه قال له أم حبيبة أزوجها لك، علما أن أم حبيبة قد تزوجت من قبل الهجرة. صح. فهذا فيه إشكال في متنه. وبعدين يكتب بين يديك مش يكتب الوحي، علما أنه بالصحيحين بصحيح البخاري وصحيح مسلم رجل من بني النجار كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، فالكتابة لا تعصم. يعني إذا كان هو عم يقول أنه النبي اختاره لكتابة الوحي، فأحيانا بيحكوا البعض أنه هذا طعن باختيار النبي. طب هذا الرجل كان يكتب لرسول الله من بني النجار وارتد ولفظتهم الأرض. عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، نعم، ارتد وعاد وبدا وبقي على ما هو عليه، وكان متسببا في قتل عثمان إلى آخره. ولكن هذا رجل ارتد ومات مرتدا ولفظته الأرض، وهو في صحيحي البخاري ومسلم. طب هل نطعن بالنبي كيف اختار؟ يعني أحيانا البعض يقول الطعن في معاوية طعن بالنبي لأنه النبي اختار. طب هذا الرجل ارتد، هذا لا يعصم، علما أنه قضية كتابة معاوية للوحي لا تثبت أبدا، ليس هناك رواية صحيحة بأنه كتب الوحي. هذا نقطة. ونقطة ثانية، كاتب النبي فيها إشكال كما قلنا، لأنه في متنه بيقول وأم حبيبة أزوجها لك، وأم حبيبة تزوجت قبل الهجرة مش قبل فتح مكة، وهذا الحديث بعد فتح مكة، فكيف يزوجه إياها؟ ولذلك يعني هذه الفضائل الزائفة. طبعا نحن سبق أن قلنا بأنه إسحاق بن راهويه والبخاري قلده في ذلك كما قال ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني قال ذلك، والنسائي قال ذلك. أئمة الحديث الكبار متفقون أنه ما صح في فضل معاوية شيء، فلا يصح أن ننسب له الفضائل. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. وأنا أعود إلى الشيخ أبي عائشة. زين، أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. شوف فضيلة الشيخ، الأذان من الأمور التوقيفية. الأمور التوقيفية هي اللي الله سبحانه عز وجل تكفل بوضعها في مواضعها. زين، فوقت الإفطار مو احنا نحددوه، الله يحدده. ثم أتم الصيام إلى الليل، خلاص. النبي صلى الله عليه وآله ما سوى أذان لا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة العيد ولا في صلاة الآيات ولا في أي صلاة، آيات يعني الزلازل وكذا. زين، لكن معاوية إجا واستحدث الأذان في صلاة العيد. فضيلة الشيخ، يجوز له هذا؟ دكتور بارك الله فيك، ابن عباس يثني على معاوية فيقول إنه فقيه، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لمعاوية اللهم فقهه في الدين. يعني هذا الرجل الفقيه، فقيه في دين الله، فقيه في سنة الله، فقيه في شرع الله عز وجل، يجتهد، وليس كل مجتهد قد يصيب. فعندما يجتهد يأتي مثلا إن صحت الرواية أنه أتى بأذان للعيد، الآن العيد ينادى له، مثلا صلاة الاستسقاء، الصلاة جامعة، صلاة التراويح، الصلاة القيام. يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، الأذان غير النداء، الأذان غير النداء، الأذان بصيغة معينة. أولا التكبير، ثم الشهادة للنبي بالنبوة، ثم النداء إلى الصلاة، ثم النداء إلى خير العمل، على كل حال إلى الفلاح، خير العمل وخروها. زين، وبعدين ينتهي بالتوحيد، لا إله إلا الله. هذا أمر توقيفي. فضيلة الشيخ الزعبي، يجوز للمسلم أن يجتهد في الأمور التوقيفية؟ لا أبدا. يعني حتى قول ابن عباس إنه فقيه ربما في تلك المسألة فقط، لأنه ابن عباس بعد ذلك لعنه في قضايا الحج عندما خالف في التلبية، قال لعنهم الله تركوا السنة من بغض علي، وهذا ثابت أن معاوية هو الذي ترك التلبية في الحج. ولذلك يعني كلام ابن عباس إن قلنا بأنه غير مردود، لأنه الأدلة الصحيحة تثبت أن ابن عباس قال لعنهم الله تركوا السنة من بغضهم علي في ترك التلبية في الحج، وهذا نعم. الثابت يعني نعود إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة. يا فضيلة الشيخ أبي عائشة، شوف ما عليه المسلمون يعني متفقين عليه هو أن الأمور التوقيفية لا اجتهاد فيها. ما يجي واحد يجتهد في الأذان، ويجي واحد يجتهد في الوضوء، ويجي واحد يجتهد في كذا، وكل ما يجي واحد للحكم يجتهد 1000 حاكم يصير عندنا 1000 اجتهاد. لا اجتهاد مع النص. لا، الأذان موجود لصلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه هي الفرائض اللي موجود. أما بقية الصلوات حتى لو كانت واجبة زين، لكن ما دام النبي ما قال فيها أذان فلا يصح أن يجي واحد يحط من عنده أذان. لكن معاوية سوى الأذان لصلاة العيد، يعني أنت تصوب فعل معاوية هنا فضيلة الشيخ. دكتور بارك الله فيك، أنا أفرض على صحة هل هو أتى بأذان جديد؟ أتى بالأذان المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نادى به مثلا في صلاة العيد، نادى به مثلا في صلاة الاستسقاء، نادى به مثلا، هو الأذان مشروع، لكن اجتهاده وهو من المجتهدين ومن الفقهاء نادى لأجل مصلحة يراها هو، وهو أن يجتمع الناس للصلاة. قد يكون ربما تأخروا، ربما يعني لم يأتوا للصلاة مباشرة، فهو نادى للصلاة وأمر بالنداء بها لكي يجتمع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا نداءات ننادي بها بعض الصلوات، كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف، كصلاة التراويح مثلا، هذه لها نداءات معينة مخصصة فينادى بها المسلمون لكي يجتمع الناس ويأتوا للصلاة. فاجتهاد معاوية ليس اجتهاد، هو اجتهاد لكن نقول أنه اجتهد مع النص، فلكل مجتهد نصيب، فهو قد اجتهد وأخطأ فنقول له أجره ولو أصاب له أجران، لكن هو لم يأتي بأذان مبتدع أو أتى بأذان زاده على أذان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتى بالأذان المشروع الذي ينادى به في الصلوات الخمس. متى وليس هناك يا شيخ قل لي متى يجتهد المجتهد؟ متى؟ حينما يكون الموقف غامض ينفتح باب الاجتهاد. هل يجوز لنا نجتهدوا وننقص اسبوع من شهر رمضان؟ يجوز لنا؟ خليني اسال الشيخ الزعبي، فضيلة الشيخ الزعبي، يجوز لنا نجتهد وننقص اسبوع من شهر رمضان؟ طبعا يعني هذا من التوقيفيات، يعني الاذان. بعدين هم يقولون كل محدثة بدعة، بس توصل عند معاوية خلص الحديث ما عاد معمول به. واذا كان اردنا ان نعد يعني ما فعله معاوية، انت عددت كثير منه، أوائل الطبراني. بعدين أبو عروبة، محدث أبو عروبة في أوائله يذكر أوائل معاوية وبدع معاوية ومخالفات معاوية وبيع للخمر، أول من خطب قاعدا معاوية، أول من قدم الخطبة على الصلاة، أول من كما قلت أذن للعيد، كان يعبث بالأحكام كما يريد. يعني في الحج كما في صحيح البخاري كان يريد أن يستلم الأركان كلها، هيك إجا على باله، فقال له ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين، قال ليس في الحج شيء مهجور. هذا في صحيح البخاري، يعني يقول له الرسول يقول له ليس في الحج شيء مهجور، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أبو أيوب بعد أن أعطى معاوية القرشيين وحرمه، قال له أبو أيوب على كل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون أثرة من بعدي، فقال معاوية أنا أول من صدقه. أبو أيوب قال ما أجرأه، أنا أول من صدق الرسول، أنه نعم أنا عملت الأثرة مش هنصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن النسائي قال الألباني صحيح الإسناد، ابن عباس يقول ما لي لا أسمع الناس يلبون فقال سعيد بن جبير الراوي: قلت يخافون من معاوية، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. فيقول هو يحب علي، حتى قول لبيك اللهم لبيك في الإسناد الذي صححه الشيخ الألباني يقول: فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي، من بغضهم لعلي. فمعاوية يعني أوائله فظيعة، جمعها أبو عروبة والطبراني والعسكري، أبو هلال العسكري. ولكن أبو عروبة، أنا حين أتحدث عن أبو عروبة لأنهم يعرفون بأنه حافظ ومحدث كبير، ولذلك يعني وحراني من مدينة بن تيمية، وحراني من حران. نعم، أول من نهى عن متعة الحج معاوية، وظهر جهله. يعني متعة الحج أصلا موجودة في القرآن، يقول لهم للصحابة أيضا بإسناد صحيح: أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحج؟ قالوا: لا، ما سمعناه ينهى عن متعة الحج. فأول من نهى عن متعة الحج معاوية، كما تفضلتم. أول من قضى بأنه المسلم يرث وأن الكافر لا يرث المسلم، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وصحح له. أول من سرق نصف دية المعاهد معاوية، دية المعاهد كانت كدية المسلم، فكان معاوية أول من قصر نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. أبو عروبة يقول: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا كثير، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري. طبعا هذول كلياتهم إسناد صحيح، أبو اليمان وشعيب والزهري. أبو اليمان عن شعيب عن الزهري هذا كثير جدا في صحيح البخاري، هذا الإسناد، وفيه الكثير من المتاهات، يعني نبقى يمكن يجي وقت نحكي عنها. هذا الإسناد فيه الكثير من الإشكالات والنصب وروايات النصب. في كل حال هذا إسناد عنده صحيح. يقول: كانت السنة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم، فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. أيضا أول من قتل صبرا معاوية، كما يقول ميمون. أبو عروبة يقول: حدثنا محمد بن يحيى بن كثير عن سعيد بن حفص عن أبي المليح عن ميمون. أول من قتل صبرا معاوية. فأوائل معاوية كثيرة، فمن أين له الفقه؟ يعني معاوية لا في الحج استقام، ولا في الصلاة استقام، ولا في الحكم استقام، فمن أين له الفقه أصلا؟ ما عاشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاشرة تجعل منه فقيها، هي فترة بسيطة، وهو ممن من الطلقاء الذين أسلموا مرغمين. شكرا فضيلة الشيخ. خلينا حتى ما نظلم الشيخ عائشة في وقته. فضيلة الشيخ أبو عائشة، خل نفرض أن معاوية ما كان موجود في الحكم، يقدر يسوي الأذان في العيد، ويقدر يصلي بالناس جالسا، ويقدر يبدل الدية، ويقدر يبدل كل هذه الأمور، لو كان خارج الحكم يقدر؟ يا دكتور بارك الله فيك، كما قلنا هو فقيه بشهادة ابن عباس. هذا ما هو جواب، هذا ما هو جواب السؤال. السؤال يقدر لو ما يقدر؟ لا يقدر، لأنه ليس ولي أمر. إذن هناك استغلال السلطة لفرض أمور على الناس. لا، غير صحيح، لأن حكم ولي الأمر يرفع الخلاف، وهو يجتهد في هذا الباب، وإن أصاب له أجرا وإن اخطف له أجر، ولا يثرق عليه لأنه مجتهد. وهناك ثلة من الصحابة حينما يخالف المجتهد رسول الله يحصل على أجر. يا دكتور، ألم يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في المدينة ومنهم من صلى في الطريق؟ هذه مخالفة. الرسول قال: لا يصلي، فمنهم من فهم الخطاب على أنه السرعة في أداء الصلاة، ومنهم من صلى واجتهد. فنأتي إلى معاوية ونحجم قضية الاجتهاد، ونقول: الذين اجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمن الصحابة من اجتهد فصلى في المدينة، ومنهم من اجتهد فصلى في الطريق، ومنهم من اجتهد فلم يصلي إلا عند غروب الشمس. هذه كلها اجتهادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثرب أحدا منهم، فهم فهموا الخطاب على اجتهادهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطئهم في اجتهادهم. لكن نأتي إلى معاوية ونضيق الخناق على معاوية ونقول لما يجتهد معاوية في هذه المسألة كمسألة الأذان مثلا في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، نقول يا إخواني هو لم يأتي بأذان مبتدع. يروى من مراسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادي في يوم العيد الأضحى والفطر الصلاة جامعة، هذا ينادي بها، كذلك في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف وفي صلاة التراويح لها نداءات مخصصة يعرفها المسلمون فينادون بها، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين البدعة التي ابتدعها معاوية؟ معاوية بعيد عن البدعة، بعيد عن المحدثات، بعيد عن أن يأتي ويغير سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الفقيه الذي جعله النبي بالفقه. زين فضيلة الشيخ، أنت تقول معاوية بعيد أن يغير سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. استلحاق زياد بن سعيد الرومي وجعله زياد بن أبي سفيان، والقرآن يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والنبي صلى الله عليه وآله يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. في هذه الواقعة، في هذا المقام، ما خالف معاوية كتاب الله وسنة النبي جميعا. أنا قلت لك يا دكتور بارك الله فيك، معاوية الفقيه، معاوية المعلم، معاوية الملك، معاوية الإمام، بعيد أنه يكون فقيها ويكون ممن يحسب له الفقه بشهادة من حضر الأمة ابن عباس، يأتي ويبتدع في دين الله أو يأتي بأشياء نهى الله عنها ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية زياد ابن أبيه هذه قضية لفقت على معاوية وقيل أنه استلحقه. يعني نحن نريد حديث صحيح صريح يثبت أن معاوية قد استلحق هذا الذي يدعى زياد وأنه هو الذي استلحقه، فالمسألة لا تحتاج جزافا، لأن هذا فيه إساءة لصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ونهل من علمه، وكانت ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهل من معين النبوة. بل إن الآية أو السورة عندما تنزل معاوية يعلم بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه هو الذي يكتبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نأتي ونقول أن معاوية مبتدع أو أن معاوية محدث بأحاديث أوها من بيت العنكبوت، أوها من بيت العنكبوت. يا شيخ أبو عائشة، قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، هذا أوهن من بيت العنكبوت. دكتور بارك الله فيك، أنا لا أتكلم عن الآية، الآية صريحة، لكن أنا أتكلم عن واقعة. هل هذه الواقعة حصلت من معاوية فعلا؟ نقول لا، لم تحصل. والحديث الذي شكرا. خليني نتأكد من عند الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ الزعبي، استلحاق زياد لم يتم، يعني هذا مما لا ينكره أحد، حتى أنصار معاوية، حتى شيوخ الوهابية لا ينكرون ذلك. يعني بس جيد، أنا أريد أن أقف عند كلمة الشيخ أبو عائشة بأنه هذا فيه إساءة لمعاوية. جيد، إذا هو هنا ما في اجتهاد، يعني هو مقر بأنه إذا ثبت عنه فهذا إساءة له، فإذا هو مقر بأنه هذا ما فيه اجتهاد. الحقيقة أن في صحيح مسلم قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت، طبعا مسلم الدعي يريد أن يخفي اسم معاوية أو غير ذلك، ولكن في كل حال هذا مما تواتر في صحيح مسلم لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير فالجنة عليه حرام، قال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن حجر في فتح الباري ابن حجر العسقلاني يقول عن زياد بن أبي ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه، وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة، فكان كثير، هذا ابن حجر العسقلاني يقول، فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث الولد للفراش. المناوي في فيض القدير قال المازري، طبعا المازري الإمام المجتهد شارح صحيح مسلم، يقول وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زيادا. شكرا فضيلة الشيخ، عندنا مداخلة، فضيلة الشيخ عندنا مداخلة من العراق، الأخ السيد حيدر الخطيب من العراق، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يبارك فيكم، إن شاء الله نحييكم ونحيي الضيوف الكرام. أنا سؤالي لفضيلة الشيخ أبو عائشة، لا نقاش أن معاوية قد حارب أمير المؤمنين سلام الله عليه وحاربه الإمام علي سلام الله عليه. السؤال هو عند هذه الحرب عندما حاربه الإمام علي عليه السلام، يعني بكل الأحداث لو ننظر إليها، ألم يكن قتال معاوية دلالة على سفك دم معاوية؟ هذا جانب سؤال. السؤال الآخر، إذا كان معاوية له هذه الفضيلة، فأين نضع علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقد حاربه الإمام علي وهنالك دماء سفكت في هذه الحرب؟ هؤلاء إلى أين يذهبون؟ إلى الجنة؟ إلى النار؟ من جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن جانب معاوية. هذا سؤالنا للشيخ أبو عائشة، وأتمنى أن لا يذهب يمينا وشمالا بالجواب، إنما تحديدا على هذه الأسئلة. أو سمعك الشيخ أبو عائشة، هذا الشيخ أبو عائشة الأخ ينتظر جواب. أولا يا دكتور، احنا تكلمنا سابقا وقلنا أن قتال معاوية وعلي عليه السلام في صفين هذا قتال حصل بينهم ومثبوت ولا أحد ينكره، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل طائفة الإيمان ومسمى الإيمان ولم ينزعه عنهم بصريح الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قد تقول لي هذه نزلت في المنافقين وفي عبد الله، نقول لك الآية عامة وليست مخصوصة بفئة معينة، بل هي عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في أن كل من تقاتل أو قتال حصل بين المؤمنين أو فئتين من المؤمنين فهما مؤمنون، وعلى المؤمن أن ينصر أخاه المؤمن على الفئة الباغية. فنحن نقول أن هناك آية من كتاب الله تحكم بإيمان الطرفين. الأمر الثاني، قتل الإمام علي وقتل معاوية في الجنة بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، قال قتلانا وقتلاهم في الجنة. هذا بارك الله فيك في أخرجه الطبراني في الكبير، وأيضا قال الهيثمي في المجمع رجاله وثقوا. فنحن نقول إذا كان الإمام علي يحكم ويقول قتلايا وقتل معاوية في الجنة، طيب هاو يجيك واحد يقول لك حديث نبوي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. كيف نفعل مع هذا الحديث؟ هذا كان حريص على قتل صاحبه، لكن معاوية وعمر وعلي بن أبي طالب ليسوا كانوا حريصين، بل إنهم كانوا يتفادون بعضهم البعض، ولهذا الله عز وجل كتب لهم الإيمان، يعني تقاتلوا وكل قاتل بعضهم بعضا، لكن ليس بعضهم حريص على قتل الآخر، بل إن معاوية قال فيما قال: والله لو سلموني قتلت عثمان لوضعت يدي في يد الإمام علي عليه السلام وبايعته. يعني ليسوا كانوا حريصين على القتل، وليس كانوا حريصين على الدماء، ولكن هذه فتنة حصلت، فلا نأتي بهذا الحديث ونخص، لا، الحديث هذا قال وكان حريصا على قتل أخيه، يعني كان حريص ومتقصد. أما هذه المعركة التي حصلت وهذا القتال فهو ليس فيه قصد بينهما، وإنما فتنة حصلت بين هذين الطائفتين العظيمتين من المؤمنين. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين لنا الفئة الباقية حتى نقول أن الفئة هي أحد الفئتين، ولكن هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، منهم من قال أنها معاوية، لكن هذا ليس هناك دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئة الباقية هي معاوية. ونحن نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فئة ستقاتل فئة مؤمنة، ولكن يا عمار تقتلك الفئة الباغية. نحن للأسف معاوية كل مصيبة أو كل ذرية أو كل من قاصد يأتي وتضع في معاوية. لماذا؟ لأن السبب في ذلك أن هناك مغرضون وهناك معادون وضعوا روايات مكذوبة ومدسوسة في التراث، ولا تزال تردد بين الفينة والأخرى، لكي يسيء إلى معاوية ويسيء إلى هذا الملك أول ملوك الإسلام، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيمكن له وبأن الأمة ستركب البحر في عهده. وفعلا أول مسلمون ركبوا البحر كان في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية بن أبي سفيان هو في هذا الجيش. فلماذا نأتي ونقول نحن والله أن معاوية في النار أو معاوية مبتدع أو معاوية محدث؟ نقول يا إخواني عليكم بالدليل الصحيح الصريح، نحن نثبت وبكل جرأة أن العلاقة كانت علاقة قوية ومحبة ومودة بين الإمام عليه السلام وبين معاوية بن أبي سفيان، ولا يجحد هذه العلاقة إلا مغرض وناكر لما بين الإمام عليه السلام وبين معاوية من المحبة والمودة والاحترام والتقدير. بل إن معاوية بنفسه يقول: والله إن الإمام علي أفضل مني إيمانا، وأفضل مني مقاما، وأفضل مني قدرا، يحترمه ويعرف له مكانته، وهو أحق مني. أبعد هذا نقول والله هناك عداوة وهناك بغضاء وهناك كراهية؟ لا والله. بل إن الإمام معاوية بكى عندما مات الإمام علي عليه السلام، لما مات بكى بكاء عظيما. لماذا؟ لأنه فقد شخصية. أكمل؟ نعم اتكلم على راحتك. طيب، نقول لأنه بكى على الإمام علي عندما مات، ولهذا يدلك على أن هناك من المحبة والمودة التي كانت بين الرجلين. ونأتي ونقول والله هناك عداء، ونأتي بأحاديث مضطربة، أحاديث ضعيفة، أحاديث استهلكت وليس لها مجال في كتب السنة، بل إنه تعقبت. فلو كانت صحيحة صريحة لأثبتت في الكتب الصحيحة التي تأتي بالأحاديث الصحيحة الصريحة، ولما نوقشت من قبل أهل العلم ولما تعقبوها. حتى قضية استلحاق نسب زياد هذه معاوية بريء منها، لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح مثبت أن معاوية قد استلحق المدعو زياد. وعليكم بالدليل الصحيح الصريح، عندئذ نقنع به ونقول أحسنتم. أما تأتيني بأحاديث مستهلكة، بأحاديث مفبركة على ما يقولون في زماننا، أو بأحاديث تعقبها أهل العلم وحكموا عليها شكرا فريد الشيخ. شكرا. عندنا مداخلة الأخت أم فاطمة من الجزائر. تفضلي أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حياكم الله. والله عندي سؤال أبو عائشة. نعم. راح يركب لنا الضغط هذا أبو عائشة، وعندي سؤال ونقسم عليه بالله والبيت الحرام اللي راه يتكلم منه. نعم. هل هو صادق فيما يقول؟ أيعتقد فيما يقول وأنا أكبر منه سنا؟ نعم. وتحولت إلى مذهب أهل البيت وعمري 50 سنة. نعم. من هذا الأحاديث المكذوبة اللي فيها المراوغة، معقولة أنا إنسانة بسيطة لما عرفت هذا الاختلاف يعني أكفرت بكل مذهب السنة وبما فيه من كذب وافتراء، وهو جاي يدلس على المستمعين الناس مثقفة وسائل الاجتماع. كيف يحوس يعني يبرأ معاوية بكل الطرق؟ ومعاوية كان يشتم وينعل الإمام علي عليه السلام، ثم يحتج بالبيئة. نعم، الذين تقاتلوا مؤمنون، لكن لأنهم لم يكونوا يعرفوا كانوا معاوية يدلس عليهم، لكن معاوية كان يعرف الحق ويقاتل في الإمام علي من أجل الملك من أجل السلطان، وكان يقول لهم والله اتسل العمار لكي يرتشي يا عمار سلام الله عليه، فقال له والله يا عمار لأتينك بجيش لا يعرف علي ولا فضيلة، لا إسلام ولا فضيلة لعلي، يعرف الفيء والدفع والدراهم. أنا فقط نعيد له بالله عليك وبالبيت الحرام اللي تتكلم منه، هل أنت فعلا تعتقد بما تقول؟ إن كنت تعتقد بما لا تقول فيعني روح داوي روحك بالجزائرية، روح داوي نفسك. على كل حال إن شاء الله، إن شاء الله حرمة الشيخ محفوظة إن شاء الله. الأخ أبو عائشة، الأخت وجهت لك سؤال، تفضل جاوبها. أولا حياك الله يا أخت أم فاطمة. نعم، أنا أعتقد بكل ما أقوله بارك الله فيك، وهذا الذي أدين الله عز وجل به بأحاديث صحيحة صريحة مثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صحيحة صريحة مثبتة عن الإمام علي في نهج البلاغة وفي غيرها من كتب الحديث الثقات التي رووها عن الإمام عليه السلام. فنقول أن مواقف آل البيت عامة وعلي بن أبي طالب عليه السلام خاصة من معاوية مواقف المحبة والمودة والتراحب والتزاور. التزاور يا دكتور، أليس الحسن والحسين كانا يزوران معاوية؟ أليس الحسن والحسين كانوا يأتون إلى معاوية في ملكه ويجلسونها؟ أليس الحسن عليه السلام يقول إن معاوية خير لي من هؤلاء، يعني الذين معه؟ فبعد هذا تقول لي أين المحبة وأين المودة؟ وأنا احترامي للأخت أم فاطمة أقول لقد أخطأت في كلامك، فإن العلاقة وطيدة والعلاقة فيها محبة وفيها تزاور وفيها تراحم. شكرا أبو عائشة، شكرا أبو عائشة. خليني نشوف رأي الدكتور الشيخ الزعبي. فضيلة الشيخ الزعبي، العلاقة بين الإمام علي ومعاوية محبة ووئام ومودة، وشنو هذا الكلام هذا اللي قاعد يعني يستطيع أن يقول ما يشاء، ولكن ما في الصحيح أنه أمر بسبه، هذا ثابت، وأن ابن عباس قال تركوا السنة من بغض علي حين ترك معاوية لبيك اللهم لبيك، هذا صححه الحفاظ المحدثون، صححه حتى الألباني حتى شعيب الأرناؤوط، وهو موجود في مصنف ابن أبي شيبة في سنن البيهقي، حين قال حتى في سنن البيهقي لعنهم الله لبيك اللهم لبيك على رغم أنف معاوية. هذا ابن عباس الذي يتهم بأنه قال عن معاوية فقط. أما قضية يعني شوف القضية أن يدافع حتى عن تبني زياد، فهذا عن الاستلحاق زياد، فهذا يعني من أغرب الغرائب. هذا أنا أتحداه أن ينقله عن شيخ معتبر حتى وهابي، حتى شيخ وهابي، لأنه في صحيح مسلم لما ادعي زياد، من ادعى زياد؟ ادعي زياد واحد مرق بالطريق جاب زياد قال له تعال أنت ابن أبي. كل علماء السنة يعرفون أن زياد سمي زياد بن أبي سفيان، وابن حجر العسقلاني يقول فكان كثير، يعني هو إذا كان مش من أهل السنة هو حر يستطيع أن يتكلم بلسان من يشاء، ولكن من أجل معاوية يكذب علماء السنة جميعا. ابن حجر العسقلاني يقول فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية. في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى قال كتب زياد إلى عائشة أم المؤمنين من زياد بن أبي سفيان رجاء أن تكتب إليه ابن أبي سفيان، فكتبت من عائشة أم المؤمنين لزياد ابنها. أيضا في بإسناد صحيح معاوية حين جاءه من يتقاضى إليه فقضى بأنه الولد للفراش، قال له بس النبي صلى الله عليه وسلم قضى غير ذلك، عفوا، ولكن قال له أين قضاؤك من زياد؟ قال له معاوية، قضاء رسول الله خير لك من قضاء معاوية. هذا أيضا صححه حسين سليم أسد، قال إسناده صحيح. فإذا الروايات الصحيحة والتاريخ كله يقول بأنه معاوية استلحق زيادا. هلا جيد، يعني منيح، هذه معمول عندنا اجتهد فأخطأ، مع أنه هيدي يمكن لا تخف، لا تقل عن الأذان. يعني شوف، هو أورد مغالطات كثيرة جدا، ما عم بقدر لحق له. يعني قال هو وإن طائفتين لم يقتتلوا، ماشي، ما بدي كفر لك إياهم، ولكن كمل الآية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي مجتهدة، أحل الله دمها يا رجل، أحل الله دمها. بعدين يقول قال بعض العلماء أنه معاوية هو الفئة، لا، كل العلماء لن تجد عالما قال بأنه معاوية ليس الفئة الباغية، لا، مش صحيح هذا الكلام. أهل السنة متفقون، وهذا الإجماع نقله العلماء كابن حجر وغيره، كلهم متفقون أن معاوية هو الفئة الباغية. أعود إلى قضية استلحاق زياد. فضيلة الشيخ فقط يعني لحظة، النبي صلى الله عليه وآله لما قال تقتله الفئة الباغية، موجود في الكتب أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، صحيح هذا؟ هل عندنا حق نسميه من يدعو إلى النار مجتهدا؟ أبدا أبدا، هو باغي، والباغي كيف يكون مجتهدا؟ والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي، متفقون بتوصيفه باغي. كلمة باغي موجودة في كل علماء السنة، ولكن أرادوا أن البعض طبعا أو كثير منهم، حتى لا أظلم الشيخ أبو عائشة كما يدعي بعض العلماء وكذا، لا يا شيخ، أحكي نسبة علمية صحيحة. أنا انظر إلي، أقول كثير من علماء السنة قالوا هو باغ ولكنه مجتهد في هذا الباب، هذا غير مقبول. طبعا هناك علماء كثر، إذا رجعت إلى ما قبل المتوكل تجد شيوخ البخاري، شيوخ مسلم، شيوخ أحمد بن حنبل لا يترضون عن معاوية، أكثرهم طبعا، أعود وأقول حتى أكون دقيق، ولكن بعد عهد المتوكل خلاص قرر. قضية زياد بن أبي، اسمع ماذا يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يقول زياد بن أبي سفيان يقول وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبي. كان الشاعر، طبعا أنا الآن أقول بين قوسين مش كلام الشوكاني، كان الشاعر يقول لمعاوية أترضى أن يقال أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني. وقبل أتابع كلام الشوكاني، يقول وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارس إلى آخره، إلى أن يقول فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية بذلك، وخالف الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي، هكذا يقول الشوكاني. وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها، حتى قيلت فيه الأشعار، وقال الشعر الذي ذكرت له. ثم يتابع الشوكاني ويقول وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. وذكر أهل الأمهات، طبعا الكلام للشوكاني، وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم، مع كونهم لم يؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بني أمية، محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت. شكرا فضيلة الشيخ. أنا عندي ملاحظة أقولها، إن شاء الله ممكن المرة الجاية يجاوبنا شيخ أبو عائشة، لكن هي الملاحظة للمشاهدين. شوفوا إخواني المشاهدين، بعد استلحاق زياد صار زياد أخ لمعاوية، أراد يحج زياد وأخوه أبو بكر ما يتكلم معاه بسبب هذا الاستلحاق وبسبب المغيرة، قصة زنا المغيرة. فإجا ويتكلم مع الولد، لأنه ما يتكلم مع الرجل، يتكلم مع الولد. يقول له أبوك ما لازم يحج. ليش؟ لأنه إذا حج وهو يعتقد أنه ولد أبي سفيان، فأم حبيبة يجوز له رؤيتها لأنه يصير محرم، لكن هو ليس بمحرم لأنه ما هو ولد أبي سفيان. ففي هذه الحالة إذا زار المدينة بعد مكة وما راح عند أم حبيبة يصير قطيعة رحم، فصارت مشكلة كبيرة. وحتى أم حبيبة ما رحبت بالقصة بأنه يجي للمدينة ويزورها. زين، فأنا أوجه سؤال للشيخ أبي عائشة وأقول له يعني وباختصار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، يعني ما رأيك لو أن أبا سفيان اسمه هذا زياد حج، يجوز له يشوف أم حبيبة ولا لا؟ أولا يا دكتور بارك الله فيك، نحن لم يثبت أن معاوية استلحق زياد، هذا لم يثبت بحديث صحيح صريح. وابن حجر في الفتح ماذا يقول؟ يقول أن معاوية العادل الدين الفقيه تمنعه هذه الأمور من الله يسلمك، الله يسلمك يا فضيلة الشيخ. من تقصد بكلمة نحن؟ من أنتم؟ نحن هذه من؟ أهل السنة والجماعة يا دكتور، أهل السنة والجماعة. شكرا فضيلة الشيخ الزعبي، صحيح لم يثبت عند أهل السنة والجماعة أنه استلحق زياد؟ ليعطنا عالما واحدا من أهل السنة والجماعة أنكر أن معاوية. شكرا فضيلة الشيخ. يلا فضيلة الشيخ أبو عائشة، أعطينا اسم واحد من العلماء أنكر الاستلحاق. طيب ابن حجر في الفتح الجزء الثاني عشر. إن شاء الله بحول الله وقت برنامج انتهى. إن شاء الله مشاهدينا الكرام الحلقة القادمة من هذا البرنامج كي الناس يديروا زف كبير على حلقة وحلقة كذا، هل هو حلقة ولا حلقة؟ زين، فالقياس انه مثل غزوة، زين غزوة مثل دعوة مثل كذا، ولكن كاين الناس يديروا حلقة وحلقة مسوين فيها مشكل كبير. على كل حال فان شاء الله الحلقة القادمة راح تكون على مسألة استلحاق زياد بحول الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وشكرا على كرم المتابعة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.